ينبغي للإنسان أن يختار لأبنائه وبناته أحسن الأسماء لينال بذلك الأجر وليكون محسنا إلى أبنائه وبناته. أما أن يأتي بأسماء غريبة على المجتمع فإن هذا قد يوجب مضايقات نفسية للأبناء والبنات في المستقبل، ويكون كل هم من ينال الولد أو الابن أو البنت من هذا الاسم فعليك إثمه ووباله، لأنك أنت المتسبب لمضايقته بهذا الاسم الغريب الذي يشار إليه ويقال شف هذا الاسم شف هذا الاسم. ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار أفضل الأسماء، ويحرم أن يسمي الإنسان بأسماء من خصائص الكفار مثل جورج وما أشبه ذلك من الأسماء التي يتلقب بها الكفار، لأن هذا من باب التشبه بهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم.